Das Spiel bestimmt. Wir haben كنا مسيطرين على المباراة بشكل كامل طول المباراة بنلعب لقدام، ضيعنا كمية فرص تاني المباراة التانية على التوالي، بنضيع فرص كتير جدا. الشوط الأولاني بالذات ضيعنا كور كتير، الشوط التاني برضو كملنا تضييع أهداف مش بنفس عدد الشوط الأولاني، لكن احنا مسيطرين على المباراة بشكل كامل. المنافس طول المباراة بيحاول إن هو يقف تحت الكورة، مستني بيدافع ومستني إن احنا نغلط مرة أو اتنين، هو ما راحش على الجون تقريبا غير مرتين أو ثلاثة، وهو مستني إن احنا نغلط، وللأسف احنا ساعدنا على ده إن احنا عملنا الأخطاء اللي هو مستنيها مننا. الجون اللي هم جابوه كان هاني واقع على الأرض، محدش كان باصص، لا معرفش حد، المفروض كانت الكورة فاول لكن الكورة عدت ومشيت. لعبتنا كانت المفروض انها تبقى تركيزها اعلى من كده لما يلاقوا ان لعيب واقع على الارض من عندنا، ان هم يبقوا عارفين ان احنا عندنا نقص عددي، تركيزهم في اللحظه دي لازم يبقى زايد اكتر، يكون عندهم وضوح في الرؤيه اكتر، يكون عندهم اصرار وعزيمه اكتر ان هم يطلعوا الكوره طالما الزميل بتاعهم واقع على الارض. لكن للاسف ما حصلش وهم جابوا جون. الحمد لله احنا قدرنا ان احنا نرجع في النتيجه ونجيب التعادل مستحق جدا بعدد الفرص اللي احنا ضيعناها النهارده، كان المفروض نكسب بنتيجه مختلفه تماما او بشكل مختلف. المنافس كمان راح جاي له فرصه في اخر ثانيه في المباراه المفروض ما تحصلش خالص خالص، قررها اكتر من مره ان ده مش مقبول اطلاقا، ان احنا عندنا لعيبه عندها خبرات كبيره جدا في الفرقه، ومفروض ان احنا ما ينفعش ان احنا في لحظات زي دي في المباراه نسيب الكوره بالشكل ده، ونحن اخطاء بالشكل ده تكلفنا فرصه خطر جدا. لكن في النهايه تأهل مستحق مجموع المباراتين، والحمد لله. معترض بس في البدايه على موضوع الاداء الغير مقبول، لان رؤيتي مختلفه تماما، انا شايف ان احنا مسيطرين على المباراه بشكل كامل، مسيطر عليها اكتر كمان الماتش الاولاني، مسيطر عليها لمده 90 دقيقه، المنافس تقريبا ما ظهرش خالص ناحيه الجون بتاعنا غير مرتين. لكن انا المشكله الوحيده اللي كانت النهارده ان احنا بنضيع جوان كتير، ما جبناش جوان على الفرص اللي احنا بنضيعها، لو كنا جبنا الاجوان دي كان الناس هتتكلم كلام مختلف تماما، ان انا مكتف منافس قوي جدا، ولازم برضو ان احنا نبقى بنتكلم بصراحه، ما ينفعش ان انا كل ماتش لازم اكسب 3-4-0، لان انا لازم احترم المنافس اللي قدامي، احنا بنلعب فرقه برضو محترمه يعني. لكن احنا المشكله الوحيده النهارده ان احنا ما جبناش اهداف، لو كنا جبنا اهداف الكلام كان هيتغير، لان احنا مسيطرين بالطول والعرض على المباراه. فانا معترض بس على نقطه الاداء. الماتش كان على الحافه في اللحظه اللي هم جابوا فيها جون، عشان تنزل لعيب لسه ينزل بياخد وقت عقبال ما يخش في رتم الماتش، في ماتش اصلا خلاص الماتش كان سخنان جدا وماتش على حافه فعلا، انزل لاعب لسه هياخد رتم، اللعيب اللي بينزل لسه بياخد له سبرنتين ثلاثه عقبال ما نفسه يبدا يكرش نفس، فمش هينفع ان انا في اللحظات اللي كان الفرقه فيها الموضوع بالشكل ده انزل لسه لعيب لسه يخش في رتم الماتش، اخسر لاعب عقبال ما يدخل في المباراه هيبقى مشكله. مودست كان عيان جدا، رقد تقريبا 3 ايام في السرير ما كانش بيتحرك من التعب، بعد كده رجع عمل تدريب واحد بس مع التأهيل حتى مش مع الفرقه، امبارح كان اول مره ينزل مع الفريق، كان تمرين امبارح اصلا تمرين خفيف ما كانش تمرين شديد، فهو لغايه دلوقتي ما يعتبرش عمل اي تمرين قوي مع الفرقه من ساعه العوده من الرقده اللي هو كان فيها، انه كان عين جدا، فالموضوع ملوش دعوه بالثقه ولا اي حاجه، هو بس عشان خاطر طالع محتاج بس كام يوم تمرين مكثف وهيبقى معانا ان شاء الله، ملوش علاقه بالثقه. بالنسبه لامام، من بعد ماتش الدوري اللي هو اتخبط فيه، هو بقى له دلوقتي داخل على حوالي 10 ايام من ساعه ما بيتمرن معانا، مفيش تمرين، عارف يعني، حاسس ان هو مش مديني 100%، كل تمرين بينزل يزكك شويه ويجري خفيف، ومفيش تمرين بيعمله بنفس الشده. فانا قررت ان انا بعد النهارده قلت لا هنوقف، لازم اكشف عليه تاني ونكشف عليه طبيا نشوف فيه ايه، انا عندي احساس ان ممكن يكون في حاجه احنا مش شايفينها، نشوفها ونكشف عليه مره تانيه نشوف ماله، لان ولو طلع ما فيش حاجه لا لازم هو عارف ان ما عنديش لعيب بيخفف التمرين وينزل ماتشات 100%، يعني تتمرن 100% هتلعب 100%، لكن تتمرن 50% وتلعب 100% ده ما بينفعش، فلازم نطمن عليه الاول طبيا وبعدين نشوف هيتمرن كويس ازاي الفتره الجايه. بالنسبه للماتش الاولاني بس هرجع له تاني، الشوط الاولاني احنا مضيعين كور كتير واحنا متفقين على كده، كهربا وبرسيتاو، احنا على الاقل كنا المفروض نجيب جونين ثلاثه كمان غير اللي احنا جبناهم في الشوط الاولاني في الماتش اللي هناك. لما الشوط الثاني هم بالظبط جابوا جونين من فرصتين اللي هم من ضربتين ثابتين، واحده كورنر من خطا يعني يعتبر بسيط جدا مننا يعني غريب، خطا فردي في الجون الثاني في كورنر، الجون الاولاني برده ضربه ثابته، ما بقولش ان دي مش اخطاء، اخطاء وطبعا غلطنا فيها واتكلمنا فيها مع بعض، لكن مش كورتين من لعب مفتوح، يعني هم الفرصتين اللي جالهم على ارضهم مش من لعب مفتوح. بالنسبه للماتش هنا سؤالي لحضرتك، هم عملوا كم فرصه النهارده؟
وده برضو نفس كانت مشكله الماتش الاولاني اتكررت النهارده. دي مشكله السنه اللي فاتت يعني، انا نفس المشكله اللي انا فيها بقالي دلوقتي سنه، ان احنا بنخلق فرص كتير جدا وما بنجيبش منها اهداف كتير. ده بيبقى محتاج من لعيبه غير التمرين كويس، محتاج تركيز اكتر، محتاج فوكس اكتر جوه 18، شراسه اكتر جوه 18. لازم الفرص اللي بتجي لنا دي تتحول لاهداف، لان النتائج بتتغير تماما. لما حضرتك تتقدم 3-4-0 مثلا، خلاص الماتش انتهى، المنافس مش هيروح عليك اصلا، الموضوع بيبقى خلص. لكن احنا للاسف نسبه احراز اهدافنا من فرص قليله جدا من السنه اللي فاتت، وده محتاج تركيز من اللعيبه اكتر من كده بكتير جوه 18.